بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح اعمل لكم هذا الفيديو، اشرح لكم فيه كيف بتحولوا صورة عادية لديجيتال ارت تستعملوها اذا بدكم ان اف تي او بدكم ايه. اول واهم شيء بتجيب صورة من موقع بيعطي صور ببلاش مجانا، يعني مثل pixels.com. اللي ما بيعرفه هلا بكتب له اسمه برجع. المهم عندنا صورة هيدي لبسينة، بتفوت على تطبيق سكاتش اللي هو هذا سوني سكاتش مش الادوبي سكاتش. هذا اذا ما عندك اياه على التليفون فيك تنزله من جوجل مش من البلاي ستور، بتفوت على البراوزر بتنزله، بتكتب سوني سكاتش ابليكيشن بتطلع لك. عملنا لك روب، عندك هول لايرز هون. هلا انا رح اشرح لكم عمالي، كنت بالاول سجلته لفيديو كذا مره بس صراحة قلت بسجله على مهلي حتى تفهم علي أحسن. عندك هول لايرز، بتفتح لاير جديد بالزائد هون، هذا البلاس، بتنقي قلم الماركر، تعمل الخط مثلا 6 أو 7 6، بتجي بتحدد الأوتلاين. بتبلش تعلم على كل شيء هيك، مثلا عيونه مثل ما عم حددهم انا. هلا في ناس بتكون موهوبة بتعرف ترسم مثلا، اذا استعملت هذا التطبيق رح تشتغل عليه احسن مني اكيد، بس انا عم جرب فيتكم قد ما بقدر، يعني لانه كتير ناس سألوني على جروبات خصوصي، جروبات الـ NFTs. نعلم عيونه، اوكي. هلا بتصغر الخط مثل ما انا عم صغره هون. شو بنرسم له؟ بنرسم له هودي الفرو اللي هون، اوكي. بما انه هر لازم يكون عنده شوارب، بس هودي هلا بعدين نرسم له، يعني مكبر الخط شوي. انزل هيك، طفي اللير اللي تحت اللي هو الصورة مش الرسمة اللي رسمناها، حتى نشوف شو صرنا عاملين. بيطلع معنا هيدي، فيك تعلمها من هون هيك، تعمل له جسمه. اذا بدك خلينا نمحي هودي، نظبطها شوي. نقول هيك مثلا، وهون رقبته كمان بدي ظبطها شوي. قبل ما ناخده هلا بدنا ناخده على ابلكيشن تاني، لانه بدنا نعمل فيها شغلة وبنرجع بنجي على السكاتش من كفي، فبدها طولة بال شوي. اوكي خليني بس محي هو الزايدين هون، هلا اللي ما بيعرف يعرضهم للبيع، بكرة أنا رح أعمل فيديو تاني. اوكي خليني أدور اللاير اللي تحت، شايفين هودي؟ فيك تعملها هيك. وهيك
بيصير عنا هذا الشكل مثلا. هلا اكيد انا ما عم اقول لك خد هذا الشكل واعمله ان اف تي، لكن انت اصلا ما يكون معجبك، خي محي هذا اللاير الجديد عملته بالغلط، نرجع للاير اللي عم نشتغل عليه. عرف شو؟ مش انه تاخد هيدا الرسمة هي ذاتها تعملها، جيب حالها صورة انت اعملها. انا بس عم بعطيكم فكرة ليلو ما عنده فكرة عن هالمواضيع او ما بيعرف يرسم، كيف بيقدر يستفيد من الموضوع يعني بأقل الإمكانيات يعني. اوكي تنقول صار عنا هيدي. هلا تعمل دان اللي هي هون تحت على الشمال، دان سيف، تطلع لبرا على الجاليري بتلاقيها هيك سودا. ليه؟ لانه هذا فايل بي ان جي بعده مش جي بي جي. بتفوت بتفتحه بالادوبي كابتشر اللي هو تاني ابلكيشن اسمه بيان اصلا هون قدام. بتروح مش كولرز، لا اذا ملاحظين هو فتح ليها كولرز في لوكس وباترن وبراشز. انت روح على الشيبس تعمل اوكي، تعمل لك كروب قصة هيك مثلا، ستايل ستايل هاي اللي هون على اليمين، تعمل سموت. لاحظوا هذا شو عمل الخطوط، انا كنت رسمها معرجة وهيك عجقة تحسوها كذا، لاحظوا كيف خلى الصورة هيك تبين أنعم الخطوط ومتناسقة أكتر. هيدا كمان هيك بتعوزوه هذا الابليكيشن، وبتعوزوه لكتير أشياء تانية بعدين بشرح لكم عنه، بس إنه هلا اللي بده يرسم بيعوزه بهالشغلة. نروح على اليمين، هذا السهم اللي على اليمين بتفقسه، بتحط سيف، بتلاقي الفايل صار عندك هون على الشمال، بتحط الثلاث نقط export as image، أول واحدة فوق سيف سيف. أوكي هلا صارت الصورة موجودة هون كمان بعدها بي ان جي، هتبين معك سودا هون. بتفتحها بترجع بالسكاتش بتصغرها. ليش بتصغرها؟ بتعمل لك كروب، لأنه انت هلا مش بس بدك ترسم هاي الرسمة وتنزلها مثل ما هي هيك، بدك تخلي حدها شوي وسع لحتى اذا حبيت تزيد عليها شي ما تصير الكادر عندك ضيق يعني. اوكي اول شي مثلا بنروح بنقي الباكت تول اللي هو هذا السطل، نحط لون الرمادي الغامق شو ما بدك تلونها. عفوا عفوا، خلينا نسد الفراغات لحتى ما يتسرب اللون للمطارح اللي ما بدنا اياه يتسرب. شايفين هذا الفراغ هون؟ وين في غيره كمان؟ المهم بنسد الفراغ، نرجع نروح على الباكت تول اللي هو هذا هون السطل، نقي رمادي غامق مثلا. بتلون تحط رمادي فاتح، بتلون هودي رمادي فاتح مثلا حد العين والدينه، وبتحط بترجع على الأسود لون هيدي وها العيون لونهم أزرق إذا بدك أو أخضر حي الله شي. بدي أحط رمادي غامق في عندي هالنقطة هون، ولون هودي اللي هون كمان، وهيدي سودا. هلا صار عنا هيدي البساينة وحواليها باك جراوند ابيض، خلفية بيضة. فيك تجيب الباكت تول هذا تحط مثلا لون احمر، واذا شايفينها هيدي اللي هون اللي هون هل فيها الوان، هاي عم بفقسها هون تحت. اوكي هيدي بتعطيك بتمزج الالوان ببعض، مثلا فيك تعمل هيك. تنفترض بدك الخلفية تصير كتير فيها الوان، فيك تنقي مثلا الازرق كمان مع الوان، بتحط هيك. فيك تنقي لون واحد، بتشيل هودي الالوان اللي فقستهم انا، تختار لون واحد عادي تنقول هذا هيك ازرق، ها غير الازرق لانه عيونه زرق
ما بدي حسيتها بالضبط، حطها هيك. كده نفترض فيك اذا بدك تزيد له اشياء، مثلا نقي القلم. هلا طبعا انا بعرف كتير ما راح تعجبهم الرسمة، حيقولي شو هالرسمة. انا ما بيهمني الرسمة، بيهمني اعطيكم فكرة شو فيكم تعملوا بهول الابليكيشنز. كان نزيد له شوارب، فيك تزيد له طوق برقبته، هول 3 نقط لهون. فيك تنقي سلكشن، تفتح هيدي، بتنقي هيدي الماجيك بوينت تول، بتختار الرقبة مثلا، الطوق اللي عملناه بالرقبة، بتروح إذا بدك على هيدي اللي هون الجليتر، هي بتعطيك أشياء لميع مثلا، بتختار لون ذهبي، بتعمل له هيك. ملاحظين صار عنده هيدي طوق ذهبي برقبته. فيك تنقي هيدا البيكار، نحن بنقوله أو الكومبا، شو اسمه بالعربي؟ والله اسمه الفرجار بعتقد. المهم تعمل هيك مثلا وهيك، بتجيب هيدي كمان نفس الشي تبع السلكشن. هلا نحن هيك عاملين سلكشن من قبل، بتروح على اليمين على الزاوية في هيدي بتشيلها إذا بدك، بترجع بتحدد سلكشن جديدة. وبدي أضيف أنا كمان هاي الدائرة اللي بالنص، شو بعمل؟ قبل آخر 2 هاي اللي هون على اليمين بتفقسها مثل هلا شفتوها، لايك لك في رح تضوي، بصير فيك تزيد. زدنا سلكشن على النص كمان، برجع كمان بنقي الجلتر ولون ذهبي مثلا، تنقول بدي لابسه ميدالية ذهبي. تمام، هلا تنقول بدي احط له حلقة بدانته، كمان نفس الموضوع. فيك تجيب هذا الكومبا، تعملها هيك وتحط له مثلا حلقة لون. فيك تروح على هذه الجراديانت، هذا القلم الجراديانت هون، عفوا هيك كبيرة، خلينا نرسم أول شي بالقلم، نحددها بالقلم بعدين. أوكي، جاب تروح على الجراديانت مثلا، لحظة أنا عملت شي غلط، هو نسيت افتح لاير جديد، عفوا هذا لاير جديد بالبلاس. هلا بنرسمه، هنصغر هيدي الجراديانت، شو بتجي بتعمل؟ بتجيب هيدي الإيريسر حتى تمحي هاي الإيريسر هون، بتمحي هون، بتحط له إذا بدك لون هيك شوي غامق مثلا هون، على أساس إنه هادي لازم تكون غامقة، خفف الأوباسيتي هاي اللي تحت حتى ما يطلع اللون كتير مزعج. هي مظبط هذا اللون الأسود تبع دينا. هلا انتو فيكم تاخدوا وقتكم فيها وتعملوها أحسن من هيك، أحسن ما أنا عم بعملها. أنا بس عم بعطيكم شوية أفكار. تنقول بدك تعمل له ليزر عم يطلع من عيونه، لون عيونه أزرق، بتنقي هذا القلم الجلو، بتنقي اللون الأزرق، تجيب هيدي المسطرة اللي هون رولر، بتلاقيها فوق بـ3 نقط، حطها مثلا هيك على عينه، بصير بيطلع ليزر. هات لنثبتها بشي محل مظبوط، اوكي. هيدي شي صغير يعني، واذا بعدين ان شاء الله بعملكم فيديوهات تانية. اذا عجبكم الفيديو وحبيتوا تكفوا بهالموضوع، بعملكم فيديوهات تانية تساعدكم بافكار غير هيك. بس هيدا هلا هيك شوي بنعطيكم افكار للشباب حتى يستفيدوا. يلا السلام عليكم.